مساء المحبة عليكم أخوتنا المشاهدين. اليوم أحب ضيف عليكم وعلى أخويا فارس برنامج المهلهل أبو الأكبر. حياك الله أبو الأكبر. كل الهلا بيك. حياك الله وكل الهلا. احنا المقدمة غالبا ما نبدي مقطوعة شعرية، فخلينا أسمعك إياها وسمعها للجمهور. يا الله. تقول كحل جفوفي، كحل جفوفي بقصايب لو اجيت، سنين صار جفوف وعميات على شعرك، وسرك اللي ما شاف احد فتشت جفوف عيني وما حجيت. وما عليك انا يخدر كل شي بي بنحكي بيك، انا جيتك من جفوف الله قبل جفوف ديك. كل شي سولف وما عليك انا يخدر كل شي بي بنحكي بيك، أنا جيتك من جفوف الله قبل جفوف ديك. وكل شي سولف يلا بس عوف البجي، احنا فقرة يغزر ويانا الحجي. الله احبتنا يا مشاهدين قناة الايام وبرنامج المهلهل، اليوم انا ضيف على صفاء وصفاء ضيف علي، بس خليني اعرفكم منو صفاء. صفاء الصمت اسم حفظوه بخارطة الشعر الشعبي العراقي، من القصيدة، من كتابة القصيدة، من الوسامة، من الأناقة، من الموقف، من الشجاعة. شلون ما يصير هيك وهو ابن كربلاء. ألف تحية الكربلاء العظيمة، وألف أهلا وسهلا بالحبيب الغالي صفاء الصمت. هلا بيك أبو الأكبر وكل متابعين برنامج المهلهل، وإن شاء الله اليوم نقدم حلقة تليق بهذا الاسم. راضي بالمقدمة؟ أنت كلك راضي عليك. أنا صدق والله؟ والله العظيم. شو أخبارك؟ بخير. احنا ما نريد نشنج. بلا من شنج نهاية أبد. جيد. احنا اليوم اخوان بس عندنا كاميرا جاي سول. نعم. يعني تنقل حديثنا. انت شنو اخبارك؟ بخير نعمة ماشي وضع هو نفسها، يعني نفس حياتي، هذا روتين اليومي، دوام. بيت، اشياء، كل الاشياء اللي تنتمي لها، يعني نفس الحياة. جيد جيد جيد. شنو الجديد اللي جاي يصير بالحياة على المستوى الشخصي؟ هي الحياة دائما بها جديد، يعني هي الحياة بصورة عامة بها جديد تتطور، وهذا التطور هذا انعكاس عليه على المستوى الشخصي. أكيد. جيد. شلون قلبك؟ يحب. يقولون القلوب التي لا تحب قلوب صماء. صماء يقولون هذا الحجر اللي ما بمسامات. تتفقوا؟ نعم. يا هاي المقولة؟ أتفق، بس القلوب اللي ما تحب مرتاح. مرتاحة. أي فمن قلت لك أحب يعني قلبه وجعني غير؟ طبعا. ايه عشان مجرب ولا صار حكيم ما يحتاج له. احنا اليوم نريد ان نطلع بحلقه لطيفه، هي جانب المحبه بصراحه. راح نسلط الضوء على جانب المحبه، شنو علاقتها بالقصيده وشنو علاقتها بالشعر. وللامانه انا من قلت احد فرسان الشعر وحفظوا هذا الاسم، لا مجامله للجمهور ولا كذا، انت شاعر جزل. أنت شاعر. شكراً جزل. شكراً جزيلاً. هذا من حسن ظنك ومن حسن ذوقك. بالله الكريم. أنت شاعر جزل وشاعر قصيدتك تعجب الشعراء غالباً، ما أهل المعترك مو الأشياء من السهولة تعجبهم. أنت رجل ابن معترك وتعرف مدى صحة أتمنى كلامي. أتمنى أنه أكون استحق هذا الكلام بالفعل. يعني. الله يسلمك. أنت تستحق وتستاهل. موضوع القلب والوجع وكذا وهذه التفاصيل، أنت مسامح؟ مسامح في بعض الأحيان أبو الأكبر، غصباً ما عليك تكون مسامح. أكو أشياء أنت تحتاج أنه تسامح الآخر لحاجة إلك مو لحاجة للمسامحة بصورة. نعم. الظروف أكبر مني تصير. الليلة الوحدة أكبر مني. إيه أنا عندي بموضوع أنه الليلة الوحدة سامحتك بلا يعذار. الله 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 الله. الليلة الوحدة سامحتك بلا يعذار، الليلة الشوق أكبر مني ومن الصار، الليلة الشوق خلاني بالمحلفات أكسر سهمك. الليلة سامحتك. الليلة الوحدة سامحتك بلا يعذار. بلا يعذار. تعتذر ما تعتذر؟ محتاج أسامحك، أنا محتاج أسامحك. تعتذر ما تعتذر، مقصر وياي، غلطان بحق الليلة الوحدة سامحتك بلا يعذار، الليلة الشوق أكبر مني ومن صار، الليلة الشوق خلاني بالمحلفات
أكسر سهمك بصدره وغطكا، خلاني على صورك المحروقات غصن يابسة مديده ودور النار، وحقك عايفك خلاني على صورك المحروقات غصن يابسة مديده ودور النار، وحقك عايفك عايفك بس الشقن عليل ما يشمر عليه الذكريات احجار، مش ما قلبك حديدي يصير على عافوك ينزل مطر فجأة وياكل الزنجار، وحقك عايفك وحقك عايفك بس الشقن عليل ما يشمر عليه الذكريات احجار، مش ما قلبك حديدي يصير على عافوك ينزل مطر فجأة وياكل الزنجار، رجعت الليلة من حرب الكرام رمات وهاي الريح ما تعرف تضم اسرار، الليلان وغلاتك والدمع والنار، رجعت الليله من حرب الكرام رماد وهاي الريح ما تعرف تضم اسرار، الليلان وغلاتك والدمع والنار، تعال بزعل بمراضه بعتب مطلوب تطلب من جرح جارح، ولا تحتار لا تحتار من نصواب اشيل ايدي واسلم عليك، علم رفعت الثورة قبال ناس أحرار، دمك دم ما تفرق البي كمية بكل أحوال غالي الوطن على الثوار، يا ليامك كصار وياي قدرك هيج إحبال المشنقة لازم تصير كصار، آخ يا ليامك كصار وياي قدرك هيج إحبال المشنقة لازم تصير كصار، آخ إش صعبة من نمته ويغلبك ليه، إش يحملهن خسارات الكبار كبار، شجانو أمنت بيك وكسرت السيف وطيرت الحمامة اللي كانت على الغار، آه من تختل بنفسك وتسمع صوت يا كبير أهلك إش خلاك هيك صار، من تصغر لحد ما تنكسر وتضيع قبال أشياء تقول عنها صغار، وحدك تستحي خايف تشوفك ناس وحدك بس تظل كل ثانية تندار، تظل ما تدري ياه الغالي ياه رخيص من يتساوى سعر الحطب والجمار، تصفن تكتم النجمة وتطفي الليل تتذكر تدق بجفوفك البسمار، أبو الحق ذلة من يشتاق للغلطان، أبو الحق شقد مارين بيها، أبو الحق ذلة من يشتاق للغلطان، ذلة خشب بين الحرق والمنشار، بس هي المشاعر على قلوب أقدار، شما قلبك حديد يصير على عافوك ينزل مطر فجأة ويأكل الزنجار، يا أخي أنت مشكلة يا أخي والله مشكلة، هسه لو أنا مفارق أخذ فاصل وصالح، شكرا انا يعني ما اعرف يعني ارد على المدح، شكرا شكرا جزيلا، هسه لو انا مفارق لذلك مرات مرات الو الو مشتاق لك واعترف ما اقدر اطمني انا الزعلان لو انت اجت عذر، الله من يمت الكرامه تبعد الانسان، انا عندي كرامه هواي بس شان اشتياق اكبر، الله زعلانين زعلانين لكن قلبي شي فهمه، اي بالله ادور بالملابس من يجيني الليل القميص اللابسه بالموعد اشتمه، نموت على وقت والله نموت على وقت، الله اي لذلك احنا مرات عندنا المسامحه ان تسامح الانسان اللي تريده حاجه لك من احتياجاتك تسامح، الاوجاع الاوجاع ضروري انه تنشرح للانسان القريب عليك، ضروري ان تقول الاشياء اللي توجعك، لكن الوجع يصير أضعف إذا الإنسان القريب عليك ما يفتهمك، أقوى قصدك ضعف يصير، الله يعني تنوجع أكبر من الوجع السابق، شنو الفائدة إذا أقول لك وأنت ما تدري بجروح المنصدق حبا، حنينات من ذكرك ما أدري شو يصبا، مثل حال الحطب لما تلزم النار وحدة تواسي وحدة وكلهن يقب، اي بالله تدري أنت ما تدري شنو الفائدة،
وسامحته؟ قلت لك مرات المسامحه حاجه يعني. ايه سامحته؟ صار اتصال بالفعل؟ ايه هاي لحظه ضعف القصيده. قصائد لحظه ضعف. هسا انا ما انتمي لها غير حاليا ما انتمي لها، في وقتها كنت انتمي لها يعني. لحظه ضعف اقول انا وحقك عايفك. هم يحسون بيك؟ ما اعتقد، والا لو كان يحسون كان ما وصلنا لهاي المواصيل. من يدري ايش ركض الريح؟ من يدري ايش ركض الريح؟ من يدري القصب من يحترق شي يصيح؟ اي والله والتشاقاع شربين المطر كذاب كل ساعه بمكان يطيح. الله كل ساعه بمكان يطيح، كل ساعه بمكان يطيح، ما يدرون حقيقه انه اكو في بعض الاحيان الحبيب يتلذذ بوجع حبيبه. ما يسمى حبيب ها؟ يا هذا مو حبيب، هذا هو عنده فد فراغ بداخله قاعد يغذيه بهاي الطريقه، لكن هو ما يسمى حبيب بهاي الطريقه. مشكله ممكن احنا نسميه حبيب لان احنا نشعر الشعور تجاهه حقيقي. سولف لنا سالفه الجامعه. يا هي منها؟ هاي البنيه اللي قالت لك اكتب علي. ها؟ هاي اكو بالجامعه، هاي اكو بنيه قالت لي صفاء تقدر تكتب عليها غزل؟ تقدر. سؤال مستفز. ايه تحس الشاعرية غزل؟ غزل تقدر تكتب لي غزل؟ يعني حلوة هي؟ الله فوق؟ اي حلوة، لو مو حلوة ما ينكتب لها غزل. صدق والله؟ والله المو حلو صعب، حتى لو تحاول تصنع الأشياء ما تطلع حقيقية يعني. فقلت لها إيه أقدر، لأن السؤال مستفز. فقلت لها خلص ورا المحاضرة تجيني بباب النادي أقرأ لك غزل. فهي راحت هيك كان أشياء كتبت لها بيتين في وقتها. أجت قلت لها البال مو يم المحاضرة؟ لا لا محاضرة، لا يم المحاضرة ولا صار تحدي بالضبط. لا هي استفزاز شعريتك يعني. فقلت لها النوارس، النوارس فوقك مسوية ازدحام، تريد تعرف لون شفتك يا اسم، صدق عود بداحت امك في السؤال، شلون هذا الخد الاحمر يلزم؟ قالت لي جرب. وجربت؟ اخذ فاصل احسن. احبتنا مشاهدين قناة الايام وبرنامج المهلهل، صفاء ما يرضى يقول انه جرب ولا ما جرب، ناخذ فاصل. احبتنا مشاهدينا الكرام، عندنا وياكم مع الحبيب صفاء الصمت. حياك الله. كل الهلا. هلا بك يا اكبر حبيب. غالبا ما الانسان يموت مره واحده؟ الموت؟ الموت الـ هذا الانتقال من الحياه الاخرى هو اللي معروف يعني، هو مره واحده. انت كم مره متت؟ انا كم مره متت؟ صعب هذا السؤال. انا اعرف شو وقت متت اول مره. شو وقت متت اول مره؟ وشلون متت؟ الموت بس بول مواعيده ثقيل، بعدين تتعلم عليه مثل الذنب، بعدين من تكثر خساراتك تعيش قفة مراية الوانها كلها كذب. الله الله، خسرت هواي. ايه ايه بذاكرتش كثر وادم ومراية بسوق كل ساعة تعثر عيون ابو جعابر. الله اكيد هو خسرت. اللي بيناتكم بعده ولا 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 مات؟ لربما ينتهي لكن الاشياء ما تموت بداخلك. تنتظرهم؟ انا ما احب الانتظار، لكن احب ان الانسان يطر نفسه فسحه من الامل بالعفو. اها هسه لربما هذا الالم الامل العفو يكون للثار للاشتياق بعد. لا قلب المحب ما بيثار. لربما ها اي لربما. ناخذ قصيدة. اي ناخذ قصيدة. هاي يقال انه الانسان بعالم الذر عالم الارواح يعرضون عليه حياته، وهو هنا يخيروه توافق على هاي الحياة لو ما توافق. فمنا بدت قصيدة تقول: وانا بعالم الذر عرضولي الايام، حزن وهات
وهموم ومهازل، وأنا بعالم الذر عرضوا لي الأيام حزن وهات وهموم ومهازل. قلت لا، بس قبل لا تخلص الله عرضوا عليه وجهك صحة قابل. الله الله. قالوا ها عذاب وغربة، قلتي ثمر بها ودع صفر السنابل. فخ للدنيا وجهك والعمر ليل، مشيته وكانت خدودك مشاعل. أحبك من قبل لا صير جاهل، أحبك من قبل لا تنخلق ناس ويجي العيب ويصير الدين قاتل. أحبك من قبل سجن البلابل، تعالوا خل أبوسك يا تقاليد. أحبك قبل قانون وقبائل، بالذر على شفافك ثورة سويت. بجهاد البوس أنا أول مناظم، عاقل ما صرت لما نشن الطين كان من تال أصير وياك عاقل. والله ما أدري. لا بروح أبوك. والله العظيم عاقل ما صرت لما نشن الطين كان من تال أصير وياك عاقل. وخايف من تجيني مشكلة تصير، شاف رقة عيونك مو مشاكل. أنعى الكل قوانين المسافات. أتفق وياك والله. أنعى الكل قوانين المسافات اللي تفرق الفارس والأصايل، اللي تخليك تخفى لي المحروم وبستان تحبهم كل شي شايل. لو تدرك أسرة خاطر شلون من يبقى الحنين بروحي، من اشتاق لمسك وامشي مجبور ادور على شفوفك بالرسالة. الله. يا صحراء يا صحراء خبر العطش والنوك ابن النهر يم النهر ذاب. الله. فدور حكيك. اخر هدية استقبلتها يمتى؟ اخر هدية هسه لقائك هدية من الوجود. لقاء بيك وبالأخوة هو هدية من الوجود، فهي هاي هدية الآخر هدية يعني. شكرا للسياسة اللطيفة. شكرا للسياسة اللطيفة. شكرا لك. من الممكن يكون الوداع هدية؟ الوداع؟ لربما هذا كان بطريقة تتمناها. مر بيك وداع بطريقة ما تتمناها؟ والحقيقة أنت كل الوداعات ما تتمناها، بس إذا كان الوداع لابد منه على الأقل يكون بطريقة كنت أتمنى أخسر لما تروح، كنت أتمنى أخسر لما تروح، لما تروح وكل عمر تظل بداخل كبير. أنا مو شي حواك الغير مجروح، ها اللي مأذيني شيء ما ذكرك بخير. زغرت بعيني هاي الهاضمتني، أترك بعد بهدومي وخنتني. مع الأسف. أي بالله. أترك بعد بهدومي وخنتني. وخنتني. يا قليل الأدب. أي والله. أي والله. أي مو هالوداعات اللي متمناها. أي موجعة. أي. هذا هذا وجعين. هو تترك يعني. وجع الوداع. وجع. ووجع أي. طريقة الوداع. أي مشكلة. مشكلة. زين بصراحة هاي الأبيات مكتوبة على على واقع لو خيال شاعر؟ لا هذه الأبيات على واقع حقيقي. على واقع. خاصة برأيك يعوض مكانهم شخص؟ الحياة مرات تعطيك العوض يعني، بس ما يمحي يعني الأشياء ما تنمحي. ممكن يا أخي أنا أشوف مثلا الرمانة ما تعوض مكان البرتقالة، مستحيل. إيه بس ممكن يعطيك رمانة ثانية، بس هي ما تمحي الرمانة الأولى. يا أخي أنا فكيت عيني على ذيك الرمانة. صح؟ هسا إحنا قبل شوية طلعنا فاصل، تريد نطلع فاصل من جديد؟ لا والله ما نطلع فاصل، ناخذ قصيدة بدل الفاصل. إيه هو على نفس هذا الموضوع يعني، مال إنه لا تنفخ علي خلصت بعد ما شب، ما ظل بي اشيل النار لا تعتب. لا تنفخ علي. لا تنفخ علي خلصت بعد ما شب، ما ظل بي اشيل النار لا تعتب. من فجأة الرماد يطيح مثل الماي، معناها البرد لا حد جمر بالله. الله. خلصت
خلصت والسما ما ترجع الدخان. لا تدور نطب ذاكرتك وحطك، لا تدور من غبشك تلتطير، وقبل لا كتله قدامك صرت الحب قصيدة على الرمل صبر كلتها الريح. لم هميا ما صح لك وجع واكتب، قلت لك شجرة ما اعرف امشي اوف النار، قلت لك شجرة ما اعرف امشي اوف النار، قلت لك ما اعرف بس غير تستوعب يفك سجن الشجر لما يصير مات بعد كل قاعبي ما تقدر تشله. خلصت والثلج نية مجفوف ونام، وصورك مشت ما ناقع المغرب. ايه هو انا نفسي شبيك مستغرب، نفس اللي كان يوقف سنبل بملقاك وتعبره ويطيح من المطر مترب، نفس اللي كان فوق جفوفه مكتوبات شنو يضحكك شنو تحب وشنو ما تحب، يعبر كسره بشواقه ويحن الطيف ويجي عاشق بهدمه وضحكته يرتب بعيون الجمر ويخم عليك الريح، بعيون الجمر ويخم عليك الريح، درويش بتفاصيل الألم يطرب أنا الدمه اللي بهدومه وابكي عليك، ومن قد ما بكيتك قالوا يكذب نفسي الهسا واقف بارد بملقاك. كلش صعبة بس مجبور تستوعب، كلش صعبة بس هي الحياة مرار تتجرأ بتطفي نار المعزب، تعبت صابيعك كافي لا تحسب. خلصت غصن ميت عالجرف مشمور، خسرانين ما تفرق من المبنى، خسرانين والغيم اليمر تعبان يباوع يصفق ايده ويضحك ويكتب. سلامتك ابو الاكبر. انا انتهيت القصيده، تخلص حتى سلامتك ابو الاكبر. شكرا، هذا من حسن ذوقك. ما اريد اقاطعك. شكرا، شكرا جزيلا. شلون عشت بعد الفراق؟ هو السؤال انا عشت حتى شلون عشت؟ عشت بعدك نعم، بس عشت ما ادري شلون، عشت دمعة غريبة بوسط اللي يضحكون. يا صوت خطواتك باخر يوم، صوت الباب من ينسد على المسجون. الله 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 الله. هذا الوجع لذيذ بالقصائد؟ نعم للاخر لذيذ، لكن للكاتب مو لذيذ بالقصيدة، بس بعدين من تحاول تعبر هذه الأشياء وتباع قصيدتك تفرح بقصيدتك. يعني هذه معادلة معقدة، الوجع اللي تطرحه بقصيدتك الناس يقول لك تصفق لك وأشياء. لذيذ بالقصيدة لكن بالحياة بالواقع مزعج. ها قاسي، أشياء قاسية هاي على الإنسان. الفراق أنواع؟ الفراق نوع واحد، ما اعتقد الفراق انواع يعني. بس من يعني الفراق نوع واحد لان تحس بيه بس ما يتفارق عزيزي يعني. والله اللي وصلك لهاي المراحل من الوجع ومن الضياع. انا قلت لك قبل بس فرقتك فرقه. والله يستاهل. انا قلت لك قبل بس فرقتك فرقه. بس فرقتك فرقه. القالوا لك ضحك قلهم ضحك مغلوب، من يختلب نفسه دمعته تغرقه، لا تغرك وقفت النخل كل هموم تجاعيد على طول وقفت الحرقه. هذا الابيات مالاتي يسولفني. والله الله يخليك ابو الاكبر، ما يغلن عليك ان هم مالاتك كل مالتك. والله يسولفني. هنا وجع حله واحد، نتقاسم الوجع. تاخذ لنا فاصل ولا انا اخذ فاصل؟ والله اذا نتقاسم الوجع هذه يعني اجمل هديه ان الانسان يتقاسم ياكل وجع. ماكو فرق، ناخذ فاصل.
أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلل، وصلنا وياكم للبارت الأخير مع الحبيب صفاء الصمت. حياك. حيا ودوم أبو الأكبر. كل الهلا. شلونك كربلاء؟ مشتاقت لك، وكربلاء الحمد لله يعني هاي المدينة الكبيرة تاريخها وبرفضها، هاي اللي كانت تسمى في وقت البابليين كور بابل، وقبل البابليين كانت تسمى كورب آل يعني حرم الإله. هذه المدينة المقدسة من ذاك الزمن مرورا ب الثقافات المختلفة اللي موجودة بها، مروراً بأبو العتاهية بالعصر العباسي الأول، مروراً بحسين كربلاء هذا رجل كاتب أبو ذيع أعتقد أكثر من أبو معيش يعني بال 1860 أعتقد هيك شيء، مروراً 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 وصولاً إلى كاظم منظور الكربلائي وكاظم كشيش وعلي محمد علي الخفاجي، وهذا الاختلاط الكبير اللي بهذه المدينة، محسن فرحان، محمد جواد أموري يا حريمة ومالي شغل بالسوق والعديد. كربلاء اللي تنتج على هذا الإرث، اللي تنتج على أكو لطيفة أنه أبو العتاهية كان من أهم الميزة، أهم ميزة العفو عده أنه هو ما يتكسب بالشعر، فمن هذا اللي ما يتكسب بالشعر بالعصر العباسي مرورا بالخالد زيد السومر اللي ما تكسب بالشعر، هذه المدينة تنتمي للجمال رغم أنه هي يقال عنها مدينة دينية وهي بالفعل مدينة دينية، لكن تحت ظل هذا الدين وهذا الغطاء الديني أكو ثقافات كبيرة ومختلفة، وأكو تلاقح فكري، أكو علاء مجذوب، أكو أحمد البحراني، أكو ليلى محمد، أنا أعتقد دائماً أكو الحسين ولا الأعظم بالتاريخ، لذلك كربلاء دائماً بخير. نعم. إيه للأمانة كربلاء عظيمة. كربلاء عظيمة. بحسينها وبناسها وفراتها وب طبعاً المكان بالمكين طبعاً الكل إنسان بداخله طفل. نعم. أكو مرات الظهرة ومرات تخفي، مرات الظروف تقسى عليك إلى درجة تحاول تقتل هذا الطفل بداخلك. زين يمتى الظهرة؟ بدون قيود بحضن حبيبتك. ها يجو المطر مثلاً، من تتحفل المطر، من تسمح الظروف أن هذا الطفل يرجع يحب الحياة ويحب يلعب ويحب يكون فوضى ويه. الإنسان يموت إذا مات هذا الطفل. أنت عشوائي لو تخطط؟ الصدق أنا عشوائي وأحب الأشياء اللي صار عشوائي، لأن هي دائما تكون أجمل، مو ضد التخطيط، التخطيط مهم جدا بحياة الناجحين بصورة عامة جيد، لكن أنا أشوف النجاح العشوائي هو أصدق، وأنا أميل للصدق أكثر. أكثر الصراعات اللي تعيشها شنو هي؟ صراعات؟ أي عايش بداخلك صراع؟ أعتقد أنا حال أي إنسان يعيش صراع بين العقل والقلب. خلي أجاوبك بقصيدة. أها يا ريت. هذا أحد الصراعات يعني اللي أنه بداخل القصيدة. نعم، من أنت إنسان يتركك في مرحلة فيما بعد ممكن تندق باب تفتح تلقى هو نفسه اللي أنت بهذه الصراعات، هذا أحد الصراعات. آسف أدرى أخرتك على الباب، وأدرى استغربت على شفت بيه، آسف بس قبل ما عايش إحساس سكينة تدق باب الضحية. الله آسف أدرى أخرتك على الباب، أدري أخرتك على الباب، وأدرى استغربت على شفت بيه، آسف بس قبل ما عايش إحساس سكينة تدق باب الضحية، غرابة جيتك خلتني محتار، دم بجفك وتسأل علي، أول مرة ما أقول أن هلا الضيف، وما مد للسلام الجاي دي، آسف لكن صعبا نقل الرماد بملقى النار عوف الفوضوي. الله آسف والله صعبا نقل الرماد بملقى النار عوف الفوضوي، ما متعود على الباب أخليك طيرة مصوبة بالمغربية، بس ما أدرى جرحك لو أداويك حنين وثار قام لك سوي. الله الله
ما متعلم على الباب اخليك طيره مصوبه بالمغربيه، بس ما ادري جرحك لو اداويك حنين وثار قام لك سويه. ليش اعطاني دور الورده والسيف؟ ياهل كتب هاي المسرحيه، قلب مقتول اخوها وقرب الثار، وجدم رقضات غريبه على الهويه. شا ما قلت لطالت صفنتك ليش؟ لو تدرش كثر الاثنين ابي اسامح دم لسه بحلق الغراب، اصوب الطايحه مكلوق لي يا روح. احا احا اسامح اسامح دم لسه بحلق الغراب، اصوب الطايحه مكلوق لي يا روح. احا اش قد صعبه الخيارات من تبقى بشر صاحب قضيه، مدرب يا طريقه وصف لك احساس عزيز وما يذكروا بالوصيه. اش رجعت لي مشاهد وقفتك هاي، زمن خلاني ما مدلك دير، زمن وانا كنت قبل المواعيد اركض على الدرب رقبه شغيل. تذكر من كنت قبل المواعيد اركض على الدرب رقبه شغيل، وتذكر هذا شارعنا القبل كان بس جيتك اللي يحسبها جاي، وتذكر من كنت تتعارك وياي لان كل ساعه جايب لك هديه، وتذكر من قلت لك ما يضلون لا تشمهم، قلت لك ما يضلون كذاب العطر على المزهريه. اسف بس قبل ما عايش احساس سكينه تدق باب الضحيه. هذه احد الصراعات عظيمه، ان شاء الله ما طيب من الوجع حتى نسمع هاي شعر. هاي الدعوه تقال بصيغه افضل، ان شاء الله يديم شعريتك والله انا اريد اقولها مثل ما هيك تتقبلها، وانا احبك مثل ما انت دائما. اذا كان الوجع يخلي الناس تستمتع ببعض الاشياء الله يديمه. الله يديم الوجع مو كلش. الله يديمك لقلبي. يؤذي الوجع ابو الاكبر يعني، يؤذي الوجع بس هذا الوجع يا قلبي يولد شجن. الحزن مقيت وما مرغوب ابدا، بس حزن الشجن لذيذ ممتع جدا يعني جدا. سابقا قلت فيه جدا هذا العذابات، عذابات الاشتياق. الله يا جمالها يا جمالها، يا رب يرزقك اياها ان شاء الله ابو الاكبر. والله ما اعتقد هذا الشيء طالع هيك ببلاش، انا مرزوق بها وجاي اتذبح. لا شيب ولا شعريه اكيد احنا ما الله يسلمك، بس يعني قصدي يديمها عليك ان شاء الله. انا اسف والله هي الـ قلت لك هو ان الانسان بلا حزن نزار يقول ذكرى انسان بالفعل عدل. لا بالفعل وخاصه احنا العراقيين نميل لهذا الحزن. انا قلت في لقاء سابق احنا نقول نبدي باغانينا نبدي ايا ويلي. لذلك السومريين يرمزون للمطرب العراقي، هذا اللي قلت انا في لقاء سابق، انه يرمزون للمطرب العراقي بالذيب من كثر العواء. وقلت في لقاء سابق ان الحزن جنسيته عراقيه، والصدق ان انا مستعز بحزني بس مو دوم. ايه بس ما تتمنى يروح. ما تتمنى يعني بصراحه يعني هذا الوجع يقودني الى سؤال، يقودني الى سؤال، شنو ممكن يغفر لهم؟ ما اعتقد اكو شيء يغفر. اها العذر عند كرام الناس مقبول، وانت من كرام الناس. العذر مو دائما، مرات من العذر يتكرر، من ان تغفر الشخص مره واثنين وثلاثه. هذه الصفه الحسنه بالاخير تصير استغلال لك، يستغفلوك يحسبوك انت عادي طبيعي ما جرحه وباتر اعتذر من عنده. الاسفاف بالاشياء مو طيب، الاسفاف بالاشياء سذاجه. انا اسف لمفرده. ممكن تسامح مره اثنين بس الى متى يعني؟ كسره عود يعني حاليا. نعم لذلك من توصل مرحله تقول لا يا قلب مو هيك، الرحيل اسهل. لا يا قلب مو هيك، الرحيل اسهل.
من ياوك تهلقد بالعشق من ياوك تتأخر على البيبان والتاني الوجوه تقول لك تفضل الله من ياوك ما تنحسب لو ما جيت واسمك ينعبر لي على المدلل تحسب طيف طيف ويخلص التقويم الله لا شف على الباب ولا ظرف يندل الله والحيطان تبدع للصور تسأل الله 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 وين اللي ما تنام الا وتسولف بيه وهنا اللي من وراه كل مغرب مبلل وين البسمة تارس كل اغاني البيت وين اللي وجه ستره ما تقبل الله وين الكل مسيا صوره تشفي الكاس وين اللي على عيونه صفنتك تطول وينو تنكسر تنكسر من تعرف الحيطان فهمت شنو المشهد وانت تتأمل لا يا قلبه مو هيك الرحيل اسهل مو هيك انتبه واختار وين تموت تعطش احلى من ما عد جرف تذبل حتى الطير مو هيك انتبه واختار وين تموت تعطش احلى من ما عد جرف تذبل حتى الطير هم يعرف شو وقت يروح مو حلوه اللي بوقت الزعل ما يزعل تبقى ليا وقت للظلمه تنط عيون ويجي حزنك قوه من الجام المبلل قوم اخذ البقع اخذ البقع وشوف ايش بعد لليل شو تسوي بمكان بغيبتك يكمل المن ما تشفك والسجش منك دربهم مو عليك يا هلا مشتشل يا بدو من ايش وقت تحسب حساب القار يا بدو من ايش وقت تحسب حساب القار لم خيمة احلامك فشلة تتعطل هي من العدم للعدم لا تحتار سفر وبكل محطة الناس تتبدل شوية خليني اختلف وياك اي لك شوية اي لك بس يقول شبيدي على القلب لوحن واضح من ملامح وجهي متغيرين اللي يقول لي فلان وين اصفن الله لو ادري النهايه هيك راح تصير شباك على قد السلام احسن اي بالله مو صحيح؟ اي بالله هو اختلفت وياي واتفقت اختلفت لان حنيت وبالاخير قلت لو ادري النهايه شو تصير هذا اتفاق والاختلاف وانا اتفق وياك قمة التناغم اتفق وياك العفو صفاء للأمانة مو حلقة صفرة اتمنى تكون بالفعل بمتعة من نحب كانت الحلقة وياك شكرا جزيلا لك ابو الاكبر بعيدا عن القسم ان شاء الله الكلام ما يحتاج لدليل حتى يكون صادق حقيقة جدا مستانس بوجودك من حسن ذوقك الله يعزك آخر كلام تقوله لكاميرتك وللسيد المشاهد شكرا للي يتابع هذه الحلقة يعني شكرا على هذه الساعة اللي من وقتك أتمنى أنه ما أكون ثقيل عليك وإذا طلع من عندي فتشي يخدش مسامعك أو يخدش ذوقك فأنا آسف وأعتذر من عنده وشكرا الاستاذ علي على هذه الساعه وعلى هذا الحوار والسفر الممتع جدا الله يسلمك شكرا للاخوه واتمنى ان تعذرون التقصير الف تحيه لك تحيه لك احبتنا مشاهدين قناه الايام وصلنا وياكم لختام الحلقه شكرا للكادر التصوير شكرا للحبيب صفاء الصمت شكرا الى كربلاء شكرا في امان الله